سلام المسيح عبر نور الشرق، منطل عليكم بحلقتنا المباشرة من إيماني ساطع. الليلة إلى جانب توفيق دياب نستقبل معنا الأخ جورج يوسف كرم، دكتور في الحقوق من أمريكا وخادم للإنجيل. منرحب فيكم، أهلا ميرسي، وسهلا. بشكركم على الامتياز، أهلا بنشكر وسهلا الرب على الباب اللي فتحه. أخ يوسف. حضرتك تعرفت على يسوع بعمر 30 سنة وقررت تاخذ على أعاتقك أنك أنت تدرس الإنجيل والكتاب المقدس. انطلاقا من هون، شو بتحب تخبرنا عن يسوع وعن الله؟ نحن شو بالنسبة له وهو شو بالنسبة لك؟ أوكي، أنا صراحة رجعت على الشرق من أمريكا وحضرت بكنيسة من عدة طوائف، ما كنت بعرف إنه في شيء غير اللي أنا ربيت فيه، ونحن الجب الخامس من بعد يوسف بك كرم حررنا لبنان، وعندي هالتفكير، طلع لأ هدول كلهم بيقوم والمسيح ومشيئته لحياتنا ومخططه لحياتنا بيقوم. فمن من باب الجهل والأسئلة والتحديات قلت لأ أدرس هالإنجيل شوف شو عم يحكوا هالجماعة، عم يعملوا شيء اسمه درس كتاب مقدس بايبل ستادي. فكل مرة يحكوا شيء وكل واحد يعطي وجهة نظر طقفته، ما كنت بعرف انه في فوق ال 100 طائفة مسيحية، انا كنت بفكر نحن وبس. فبعدين بس درست الانجيل لقيت انه الله عنده مخطط، عنده بوضوح مشيئة وبده لكل واحد منا نتبعه. فمن هون ركعت قلت يا رب انا ما بعرفك غير من شو بعرفك بتربيتي المسيحية بثقافتي، بدي اتعرف عليك مثل ما انت ناوي لي مش مثل ما انا بدي. وانا بفتح قلبي لانه لقيت ايه برؤيا 3 بتقول انا واقف على الباب واقرع. قلت له تفضل شرفنا، بس ما بدي انه بعدين تلومني لانه انا ما بعرف غير بمحدوديتي البشريه، انت شو عندك مخطط لإلي؟ انا جاهز. ومن هنيك عن جد بلش الروح القدس اول شيء بسلامه ملاني بطريقه يعني بيقولوا لا تسكروا بالخمر بل امتلئوا بالروح القدس، وكانه الروح القدس بيعطيك سلام يفوق العقل عن ادراكه. بلشت اختبر سلام ما كنت بعرفه، قلت شو صار لي؟ ما مختبر هيك سلام، دكتور حقوق والبيت والسياره والعلاقات وبدك اكثر، بس ما في مره اختبرت هالفرح والسلام اللي بس لمسني فيه الرب. بعدين عرفت انه هذا لكل شخص بيفتح قلبه، ما في طريقه معينه لناس وناس تانيين، لا، لانه الرب عنده شغله ما بيفرق حدا عن حدا، والا ما فينا نجي لعنده بهالثقه هيدي. فهيدي هيك بلشت المشوار. بلش هيك مشوارك نعم. مع الله. تعتبر حالك إنسان مبارك؟ أكيد. مين هو الإنسان المبارك؟ أوكي، أنا صراحة لنقول شغلة إنه في عدة مطارح بيحكي الكتاب المقدس عن شو هو الشخص المبارك. مزمور 112 بيقول المبارك هو الشخص اللي بيبتهج بشريعة ربه. مزمور 1 نفس الشيء. كورنثوس الثانية 9-8 بتقول والله قادر أن يجعل كل نعمة تفيض عليكم حتى يكون لكم اكتفاء كلي في كل شيء وتفيض في كل عمل صالح. يعني من حضور الرب فينا بنبلش نفيد بمعرفته، قال هو الاستاذ. اكتفاء بأي كلي بمعنى مادي يعني بنلمسه على الأرض، هيك قصدك؟ طبعا بكل شيء، لأنه إذا بنروح للتعريف شابيتر أو فصل كامل بالإنجيل بتثنية 28 بيوضح بوضوح شو هي البركة وشو هي اللعنة بمختصر مفيد. هلا من 28:1 لل 15 البركة هي روحية، ايد الرب عليك، ايد الرب عليك بتعطيك افكار، بتعطيك ارشادات، بتعطيك قوة لتحرز الثروة والصحة. كان بالعهد القديم الشخص اللي ما عنده اولاد يقال عنه ملعون، ليش؟ لانه اذا مبارك الرب يزيد. نعم يعني. اذا بنرجع تكوين 1 اول كلمه سمع الانسان وباركهم الله قائلا، كنت حكيها من كم حلقه سمعتك، وقال لهم شو؟ اثمروا تكاثروا واملأوا الارض واخضعوها. فمشيئه الرب انه نزيد مش نتحد، نكون محدودين ويدوب نعملها او يا رب تيجي في عينه مثل ما بقول. يعني الاشخاص اللي ما عندهم اولاد هي ذاتها هلا بعد الصوره مثل بالعهد القديم بيكونوا هلا غير مباركين. هلا انا عشت 10 سنين ما كان بدي اولاد او 8 سنين ما كنت ملعون، لانه هلا نظره العهد الجديد المسيح صار لعنة من اجلنا. نحن بالعهد الجديد طالما حياتنا بايد المسيح بغض النظر في اولاد ما في اولاد، مجوزين مش مجوزين، نحن تحت عهد النعمه لانه المسيح افتدانا. هلا اذا انا بدي اولاد وما عندي اولاد لازم اسعى وصدق الرب انه هو قال واسدد جميع حاجاتكم بحسب غناه بالمجد. اذا انا ما بدي اولاد
والناس عم تصلي لي بدي اولاد عم يفرضوا علي، هيدا مش مشيئة الناس، انا بدي اعيش، بدي اعيش مشيئة الرب. وكنت قايل لك قبل الهوى انه انا ما كنت بدي اتجوز، كنت بدي اعيش مثل الرسول بولس، اخدم بالانجيل يمين شمال طلوع نزول. بس كل ما اشوف حدا مع مرته هيك يدوب قلبي احس حالي انه ناقص. قلت اوكي، فاذا شكلها مشيئة الرب لإلي يكون عندي عائلة. قلنا له لتكن مشيئتك. اجت العروس وركبت الديل وتجوزنا والرب باركنا. بعدين ما كان بدنا اولاد، رجع التعامل مع قلبنا، لانه هو ينشئ فينا الرغبة والقدرة للعمل بما يرضيه بحسب فيليبي 2:13. فانا طالما ماشي معه سوري مبارك. مبارك. توفيق، كيف بتكون بركة الله بحياتنا؟ هلا اذا بدي اخذها بشكل عام، بركة الله هي السعادة اللي بحطها بقلبي، هي الفرح اللي بحطه بقلبي رغم المصاعب والامور الخارجية. هلا بالعهد القديم كان الشعب اليهودي يربط ما بين اذا بدك البركة ووضعه الخاص، بمعنى كانوا الشعوب اللي حواليه يخوفوه لانه خايف من ضعفه. شو يعمل؟ بيقول انا بما انه خايف من ضعفي، علامات البركة من الله اللي انا شو هي؟ المال والقوة والصحة والنسل وكتير اشياء والخيرات. فلانه خايف من ضعفه ومش قادر يصدق انه الله بيباركه بغير طريقة، صدق بهالطريقة هيدي انه بس عبر الصحة والمال والغنى وهالاشياء هيدوري. هلأ مع الوقت بالعهد القديم في اشياء بتصدم، انه مش دائما بيكون فيه، حتى لو كان حاضر الله مش دائما الصحة بتكون موجودة، مش دائما اشياء تانية بتكون موجودة. بالعهد الجديد بينت انه الرب حاضر بالصحة وبالمرض، بالغنى وبالفقر، بكل الاحوال الله حاضر، حاضر حتى ينور حياة الانسان ويعطيه حقيقة قيمة بحياته، توصله للفرح العميق اللي بيعطيه السعادة. وهيدي منا مربوطة بس بالوضع المادي، في الانسان يكون سعيد من دون مادة، وفي يكون مع المادة مش سعيد. يعني هون بهالطريقة هيدي بشوفها. نعم. شو يعني العمر الطويل؟ كمان هيدا الشيء له علاقة بالإنسان المبارك أو كيف فينا نفسره؟ هلا في مطارح بيحكي الرب بمزمور 91 بيقول إنه يدعني فأجيبه أنقذه، أنا معه في الضيق، أطيل عمره أو من طوال السنين أشبعه وأريه خلاصي. مزمور 92 اثنيناتهم نفس الكاتب بيقول المغروسين في بيت الرب يزدهرون في ديار بيتك إلهنا، ويثمرون أيضا في الشيخوخة ويكونوا موفوري الصحة والعافية ليشهدوا أنك ربي صالح. بمطرح تاني قال 70 أو 80 إذا كنت راضي. يعني اليوم أنا بعرف مؤمنين مسيحيين بحبوا الرب، إذا كنت راضي يعني إذا مقتنع. كان يقولوا بس جوزوا أولادهم وراحوا أولادهم من البيت، صار يقولوا خلص أنا حياتي خلصت ما بقى لي شيء، بطلوا مكتفين، بطلوا ساتيسفي، صار يقولوا يلا أنا جاهز روح على السما، شو فيها هالأرض، حققت حققت مهمتي. طب الرب ما بيعطيك ضد مشيئتك إذا أنت عبت. وبعرف ناس تانيين ده اللي يقولوا بدي جوز أولاد أولادي وبدي عيش، هدول ماتوا بالثمانينات، هدوليك ماتوا بالتسعينات، لأنه في دور بيلعبه الإنسان. إذا أنا بضلني أقول شو هالعيشة وماني مبسوط، ما تنسى أنه مرقس 11:23 قال أو 22 قال الحق الحق أقول لكم كل من يأكل لهذا الجبل قم وانقلع وانطرح بالبحر ولا يشك بقلبه بل يؤمن بما يقوله يتم له ما يقوله. يعني معظم مشاكلنا نحن جايبينها لأنه عم نقولها، معظم البركات عم نصدق كلمة الرب عم نقولها. شو بتقول بصير، سلبي أو إيجابي؟ يعني بطريقة غير مباشرة الله مثل كأنه هو بيسمع نحن شو بدنا منه أو نحن شو عم نحكي. لا، هو عطينا خيار بتسنية 30 قال هاي أنا واقف قدام وعطيك خيار، حياة أو موت، بركة أو لعنة، اختار أنك تعيش بالحياة والبركة إن طعت وصاياي وحبيتني من كل قلبك. إذا أنا ما بدي، يوم في ثلاث أنواع بشر، في الإنسان الطبيعي اللي هو ما اختبر الروح القدس بحياته وبيسوى يكون خلقان بعائلة مسيحية بس ما عنده علاقة مع الرب. في الإنسان الروحي اللي هو اختبر، يعني فتح قلبه للرب وخلى الرب يتعامل معه وعم يتغذى من كلمة الرب وعنده شركة مع الرب وبيحكيه وبيصدق انه هو سيد حياته وبيستشيره. وعندك الإنسان البشر سوري الجسدي اللي هو إنسان روحي بس عايش نص على طريقة العالم ونص على ذوقه على كلمة الرب. فهيدا أو إذا بدك منه ناضج كروحي، هدول بيحكي عنهم بكورنثوس الأولى 2 و3. هلأ إذا شخص سلم حياته للرب وبده يعيش بحسب تعليم يسوع
في فترة اسمها طفولة نضوج وبعدنا وكل على الأرض بننضج. الرسول بولس كتب تلتين العهد الجديد قال لا أدعي أنني قد وصلت. إذا هو ما وصل شو بدي أقول أنا؟ صحيح. شو بدي أقول غير إنسان؟ بس كمان في نضوج، فالإنسان بده ينقي شو بده يكون. إذا ما بده يعيش غير على ذوقه أو يستعين بالرب، في عندك ناس بيستعينوا بالرب يطلبوا مساعدته، بس عشرت يساعدني باللي أنا بدي إياه مش سيادته. شو يعني سيادته؟ يعني كل مشاريعي راحوا شو بدك بيصير. نحن منصليها بدون ما نعنيها لتكن مشيئتك يا الله، بس قدام نعنيها. صحيح. توفيق، العمر الطويل هل بيعني العيش فترة من الزمن طويلة يعني على الأرض، أو كيف فينا نفسرها؟ هون رأيت هيك مثل صغير بيقولوا في ناس راحوا على منطقة مكتوب على القبر فيها هيدا عيش دقيقة، هيدا عيش نص ساعة، هيدا عيش ساعة، هيدا ساعتين. قالوا معقول يا عمي منطقة شوي؟ اكتشفوا انه اللي عيش دقيقة عيش 90 سنة، واللي عيش نص ساعة يمكن عيش 100 سنة. شو اللي بيّن من وراها؟ يسوع نسبة السعادة اللي عايشها بحياته. من هيك يسوع بالإنجيل قدامت عمره 30-33 سنة، بعز شبابه، لا تجوز، لا عنده أولاد، لا عنده عائلة، ما عنده شيء من الحياة اللي نحن بنشوفها. بس هل ما كان شبعان من الحياة؟ أكيد لا، يسوع كان مليان قلبه من حب بيه، لأن قلبه مليان من حب بيه كان بالنسبة له هيدا الشبع الحقيقي. فإذا العمر مش هو المقياس إذا أنا بيكون الله عم بيباركني عمري طويل أو ما باركني بيكون عمري قصير، مش هيدي الأشياء. لأن الله مركب الكون بطريقة، هالكون هيدا في عوامل بتساهم فيه إنه إنسان حقيقة أو يموت أو يعيش. يعني ممكن يمرض الإنسان بمرض معين، ممكن يلاقي الطبيب المشكلة يعالجه ويعيش، يمكن ما ينتبه لمرض كوليسترول ما بعرف شو بجسمه، الشرايين تنسد ويقودوا هيدا بالأخير لشو؟ لحتى يموت. فإذا القصة منا مربوطة بهون، مربوطة قديش أنا منفتح على الله وقديش حقيقة بسعادة وبعلاقة مع الله. بعدين مش الإنسان يعني البركة بحياته أو العمر الطويل مش هو بس المقياس، في عدة إشياء بيقيس الإنسان بحياته، بس أهم ما برجع بركز عليها هي شبع قلبه. أنا شبعان قلبي إيه أو لا؟ هيدا السؤال بطرحه. نعم. كنت بلشت أنت تحكي عن تدخل الله بحياتنا، أو هو بيسمعنا لحنا رغبة قلبنا ونحن شو طلباتنا. هل الله بيتدخل بحياتنا بطريقة مباشرة؟ طبعا. هو وسحتنا على الأرض، خلقنا لنكون سفراء لإله، هو ملك ونحن أولاده، نحن خلقنا ملوك لإله، هو ملك الملوك ورب الأرباب. بالرؤية بيقول عن حاله 1:6 جعلنا كهنة وملوك لله أبينا. يعني نحن على الأرض مش لهدف نحن بدنا إياه. إذا نحن منآمن إنه الله خلقنا يعني هو خالق، يعني هو عنده هدف. إذا هو عنده هدف نحن بدنا نتعرف عليه للرب، نتعرف على هدفه ونخليه يقودنا. مشان هيك قال اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرع يفتح لكم. مشان هيك قال لا أحد يأتي إلي وأطرحه خارجا. مشان هيك قال أولاد الله مقدين بروح الله. يعني الروح القدس دوره اليوم إنه يقودنا، مش نحن يساعدنا بس بدنا ونحن عايشين على راسنا. هل يعني هون الله هو بيتدخل بحياتنا بلا ما نحن نطلب منه، او بينطر انه نحن نجي لعنده كرمال انه هو يتدخل بحياتنا؟ هلا هو برساله القديس يعقوب بيقول تقربوا من الله يتقرب منكم. طبعا انا اليوم اذا بعزمك لعندي على البيت لاتعرف عليك انا وزوجتي، مش مثل اني بس بحضر لك برامجك. فاذا في دور انه نكون منفتح لخليك تكوني فعاله وصديقه بحياتي. نفس الشيء الرب اذا ما بعطيه مجال حيضل واقف، لانه هو بيحترمني واعطيني اراده خاصه، ما في يجبر حال يجبرني اني اعيش معه. مشان هيك اليوم في كثير ناس عم بتموت بدون ما يعرفوا الرب يسوع مخلص، ما عم يقدر يتدخل. ليش؟ لانه هن ما بدهم او ما وصلت له الفرصه. مشان هيك بعت ناس يحكوا عنه مثل هالبرنامج وغيره. توفيق، الله بيستجيب لطلباتنا، بيتدخل بحياتنا، كيف بيتدخل اذا في حال بيتدخل مثل ما سبق؟ هلا انا بعتبر شغله بفهمها من الكتاب المقدس اطلبوا تجدوا اقرأوا يفتح لكم، هي بمعنى افتح قلبي حتى استنير بنوره وافهم ارادته بحياتي. لانه عمليا مش اللي بطلبه، قال هلا الاسيس، مش اللي بطلبه بيكون هو شيء منيح، يمكن اللي بطلبه مش لخيري انا. اوكي،
مش دائما الشيء بطول. منصادف كتير أوقات إنه في كتير من طلباتنا اللي منكون نحن منطلبها ونحن بدنا إياها وحابين إنه تصير معنا ومنكون عم نطلبها من الله، ولكن هيدا الطلب ما بيتحقق. هيدا لشو بيعود السبب؟ يعني الله مش شغلته يحقق طلبات أو ما يحقق طلبات، مش هدفه ينجحني أو يفشلني، مش هدفه أتقدم بالحياة مثل ما أنا بدي أتقدم. الله هدفه أبعد من هيك، هدفه يعطي لي سعادة لقلبي. هاي عم ركز عليها النقطة هيدي. فالقصة بعمقها نحن ليش بدنا هالأمور هيدي بحياتنا اللي بدنا إياها؟ إذا بدي المال، بدي الغنى، بدي الصحة، بدي شهادة، بدي مركز، كل هيدول لشو بدي هني؟ إذا بدي هني لأن بدي إياهم ضمانات بحياتي. الله مش جاي يعطيني هالضمانات هيدول بحياتي، أوكي؟ لأنه مش جاي يعطيني هالضمانات، جاي يعطيني أهم. شو اللي بخليني انا اروح بهالاتجاه هيدا حتى اطلب هالاشياء هيدولي؟ في شيء جوا بسميه بالعبرانيين الخوف من الموت. لاني خايف من الموت وهربان منه بدي فتش على وسائل بالحياه شو اعمل فيها؟ هالوسائل هيدي تساعدني حتى اتقدم وحتى اتخطى الخوف من الموت، اوكي؟ يسوع جاي حتى يخليني اقشع طريق، هالطريق هيدا اقدر امشي فيه معه ويقودني للحياة رغم كل الظروف اللي بتحيط فيه، إن كنت بصحة جيدة وإن كنت مريض، شو ما كنت الله رح يكون حاضر معي. وإن كان في مادة أو ما في مادة، كيف بتعيش مع الإشي؟ وحكي عن القديس بولس قال بالفقر كنت شيء وباليسر كنت شيء، على الميلتين تعلم يعيش. ليش؟ لأنه اكتشف أنه معايير الله بالنسبة للخير والشر مش مثل معاييرنا. يعني الله بيشوف يمكن الخير بمحل أنا بشوفه بمحل تاني. الله بيقيس الاشياء، يمكن الموت بالنسبة لله خير، بالنسبة لي شر. فالله الموت بالنسبة لي إذا أنا طولت كتير حياتي على الأرض، أوكي، يمكن مش كتير منيح لي أنا، لأن بالنهاية عندي لقاء معه. قال الأسيس عندي هدف بدي أوصل له. شو الهدف بدي أوصل له؟ بدي أوصل للرب، بدي أتعرف على وجه الرب بحياتي. إذا تعرفت على وجه الرب هذا الأساس. فإذا هيدي النقطة اللي بركز عليها. نعم. فيني اتدخل بدون ما تسأليني؟ أنا كنت في كلمات نحن بنستعملهم بكل الطوائف المسيحية إلى معنى ثقافياً مسيحي بس مش كتابياً صح. مثلاً كنا نحن بنقول الحياة الأبدية، أنا وصغير ربيان راعى الأبدية يعني عطيك عمره، مظبوط؟ هيدا الأبدية اللي تعلمنا عليها. وسألت كذا شخص مسيحي بالعمر 16 وطالع، أنتي متبلش الأبدية؟ قال تنوصل ليا من صلي عليا ثقافياً، بس الأبدية هي أن يعرفوك أيها الآب والرب يسوع المسيح الذي أرسلته. الأبدية بتبلش اليوم شركتي مع الرب على الأرض. طيب ليش الرب اختارني واختار أنه يعيش فيه؟ وليش بعت المسيح ليموت من أجل؟ المسيح ما إجا كرماله ولا تعاقب كرمال شيء عمله غلط. هو بار خلق من العذراء، بس خلق بصورة إنسان ليقدر يدفع ثمن هالإنسان خطاياه ويعطينا طبيعة جديدة ويغلب الموت بالموت وبالقيامة. هدف المسيح أنه يعيش فينا ليحقق مخططه. هلأ مخططه لكل واحد مختلف عن تاني، بس طبعا في إشياء جنرال اللي هي السلام، الفرح. ما فيك تعيش أنت وحزين وبائس كل حياتك. يعني ما بيعطي المسيح لواحد فرح لواحد حزن، لا. التريد تبع شخصيته هن الفرح، السلام، طولة البال. فأنا اليوم إذا بدي خليه يعيش فيي بدي أخذ من وقت كتير أدرس كلمته وأهدى مثل ما بقول مزمور 46 نستكين ونعلم. الرب يريد أن يكلمنا، نحن رعاة، نحن خرافه وهو الراعي الصالح. فبده يحكينا، بده يقودنا، بس مش نص أنا ونص هو. يا كليا هو يا كليا أنا، ما في نص نص. هلأ في شغلة قصة أنه أكيد معك حق أسيس. إجا يسوع وقال بيوحنا 17 جيت حتى يعرفنا على الآب. صح. بس أتعرف على الآب عبر ابن يسوع المسيح بعرف أنا مين، بعرف شو دعوتي. من هيك قال القديس بولس الله خلقنا بالمسيح وللمسيح. هلا انا بالنسبه لي ما اجى يسوع حتى يموت، اجى يسوع بكل بساطه حتى يعرف الانسان على بيه. انا نيتنا وحقدنا وخوفنا من الموت اللي معبش فينا تعبيش من جوا اخذنا حتى ناخذ يسوع على الصليب. من هيك قال مار بولس باعمال الرسل، قال نحن صلبناه. من هيك قبل يسوع الصليب، وبس قبل الصليب من خلاله عطانا الخلاص تقلنا عبر كل الاشياء انه انتم محبوبين. حتى عم نصلبه، حتى عم نقتله، حتى عم نسحقه، هو كان عم بيفرجينا وجه بينا اللي عم بيقلنا رغم كل شيء انا بحبكم وبدي تعرف هالحب هيدا. فلما بتوصل بشرى حب الله لقلبي انا حقيقه بلش ذوق الخلاص. من هيك الخلاص انت قلت اسيس
ما ببلش هون على الأرض، ببلش من هون. قالت له مرتا أي متى القيامة؟ قال لي أنا القيامة والحياة، أنا بس بلش ضوء حب الله بحياتي من اليوم بيدخل الفرح، والفرح شوي شوي بصير يطفي فيي الشعور من الخوف بالموت، وبس يبلش يطفي فيي لأنه يسوع عمليا عاش اللي نحن بنعيشه، عاش الهواجس اللي بيعيشها الإنسان بس قدر تخطاها. صح، تجرب في كل شيء صح، لكنه لن يخطئ. ليش؟ لأن ما كان عنده خوف من الموت، كان منتصر من الموت، والأشياء كلها اللي بتخوفني من الموت وأنا هربان منها قام يسوع مشي فيها وحده ورا الثانيه وبالاخير ما قتلته. فاذا في كذبه انا عم عيشها بحياتي عم بيجربني فيها المجرب، عم بيقول لي انت بهالدنيا متروك، انت بهالدنيا ما عندك بي، انت بهالدنيا ما حدا بيحبك، روح دبر حالك، روح اعمل اللي بدك اياه. اجى يسوع فرجانا انه هالتجارب اللي حاول ابليس يسقطوا فيهم دعس عليه يسوع وكمل طريقه. ليش؟ لانه عنده ثقه بالاب انه الاب بحبه، ولانه الاب بحبه هو واثق انه حتى لو مات الاب رح يقيمه وكانت القيامه. فاذا ما حطمته بينما خلته حقيقه يقوم وينتصر على الموت ويعطينا الحياه. امين. لنرجع نحن لكينا، اذا الله او اذا الانسان راح لعند الله والتجا له وعنده طلب من الطلبات، هل الله بيستجيب لصلوات الانسان او كيف بتصير الخبريه؟ اوكي، هلا نحن كاولاد لله، الله ابانا مثل اولاد البشر، نحن وصغار نروح عند اهلنا، اوقات بنطلب اشياء ضد مصلحتنا، بدك بسكليت عمرك سنتين بتعورك ما حيعطيك بيك، اوقات نحن وكبار بنطلب شيء بدي سافر على امريكا، بدي روح على امريكا، يمكن مش مشيئه الرب روح على امريكا، بس الرب لانه اب صالح بيهدينا بيرشدنا، هو راعي صالح بيقلنا بيعطينا كذا ارشاد بروحنا بصوته بحلم برؤيه. نحن بندرس عن القديس يوسف خطيب مريم العذراء، من حكى عنه غير انه اجي حلم قال له الملاك هيدي المراه حبلي بالروح القدس تزوجها، والا كان بدها ستوند يعني بده يرجموها. ليش؟ لانه بالعهد القديم امراه تحبل بدون زواج كانت بدها تكلفها حياتها. صحيح. رجع قال له احملها وروح من هون على هالمطرح، رجع قال له انتم راجعين. يعني بنشوف كل ارشادات حياته ليوسف القديس يوسف اللي هو كان انسان عادي وقتها، الرب قاده بأحلام وقال له شو يعمل لأنه كان يخاف الله ويتقيه، بده مشيئته بحياته. فالرب ما فينا نحدده على الطرق كيف بيحكينا، طبعا أول شيء وآخر شيء ما حيحكينا بطريقة نائد الإنجيل. رح أوصل معك يعني لسؤال تاني، كيف الله بيجاوبنا أو بأي طريقة، أو كيف فينا نميز نحن إذا هيدي الإجابة من عند الله أو من الشرير مثلا؟ كيف فينا نتأكد أنه إذا مزبوط هيدي مشيئة الرب أو هيدي مشيئتنا نحن؟ يعني اوقات كل شخص منا بيكون في عنده تساؤلات او عنده قرار حازم مثل ما بيقولوا بده ياخده بحياته، كيف فينا نحن نميز اذا هذا فعلا صوت الله ولا لا؟ باخد انا مثلين اكستريم، اكثر شيء بيتصلوا فيي ناس بيسالوني شو رايك تعرفت على بنت حلوه او بنت حلوه تعرفت على شاب حلو، شو رايك شاب حلوه وافندي كذا؟ بقول له انا اول شيء مين سيد حياته؟ مين بحب اكثر شيء بالدنيا؟ بتقول لي ايه هو يعني صراحة ملحد بس مهضوم، وقال لي مثل ما بدك كرمالك بمشي على النار وكذا. قلت لك اذا مش يسوع ملك حياته بحبه ما حيقدر يحبك، لانه الحب الحقيقي ما فينا نحب حالنا بدون محبة الله فينا. فبتقول لي طب كيف؟ قال لي قري كورنثوس الاولى، ما في شركة بين الظلمة والنور، ما في شركة بين المؤمن والملحد. يي بس مهضوم من عائله منيحه، الا حره اعملي عفوا قطعت لها بنصيبه، لا الا اعملي اللي بدك اياه او اعملي اللي بدك اياه. بس اذا شخص منه يسوع انت وياه بدكم، ان لم يبني الرب البيت عبثا يبني البناؤون، انت بوادي وانا بوادي كيف بدنا نبني بيت؟ ما بتزبط. فبقول لهم سوري انا ما بني ضدك وانا بحترم رايك واعمل اللي بدك اياه، والله بيحترم رايك. هي شغله بالبزنس، انا كمحامي كذا مره وتوصل القضايا تصلعش صلي، بتكل كتير على فيليبي 4:6، لا تقلقوا من جهة أي شيء بل بالصلاة والدعاء والشكر وسلام المسيح الذي تفوق العقول عن إدراكه يملك أو يحرس قلوبكم وعقولكم. بصلي يا رب أنا هون فهمين هيك بدي أعمل، وأوقات بتصلعش ما بعرف شو بدي أعمل، بيجي سلام المسيح بيضويلي بفكرة، بيعطيني أنا عم بقرأ أي بيضويها، حدا عم بيحكي على التلفزيون برنامج مثل هيدا، أوقات عم بسمع الأخبار بتضوي. ليش؟ لأنه الكلمة بتصير في شيء اسمه كلمة هي مذكر ومؤنث. باي ذا واي
رح نرجع نحن نتابع حلقتنا لليلة حول تدخل الله بحياتنا بعد هذا البريك اللي نسمع فيه ترتيلة. مشاهدينا نحن رجعنا نتابع حلقتنا لليلة من إيماني ساطع، وموضوعنا لليلة هو حول تدخل الله بحياتنا. قبل البريك كنا عم نحكي مع أخ جورج عن تدخل الله بحياتنا، كيف الله بيستجيب، كيف الله بيعطينا الإجابة لصلواتنا أو يمكن للعلامات الاستفهام اللي بيكون مطروحة عنا. تفضل تابع حلقتنا. بمختصر مفيد، كل شيء بخص حياتي والله بده يكلمني عنه مكتوب بالكتاب المقدس، وصايا الله هي لكل حياتي، ما في شيء بحياتي منه مغطى. هلا في اشياء خاصه مثلا بعيش بهالبلد، انا انت بتعيشي بغير بلد، مش مكتوب بالانجيل وين انا بدي اعيش. هون بيجي العلاقه انا والرب بستشيره، مشان هيك قال بارميا 33:3 ادعني فاجيبك، مش بس بجاوبك واوريك اشياء عظيمه غريبه لم تعرفها. ولكن كيف الله معقول مثلا اذا في حال بدنا ننقل من بلد لبلد، كيف الله معقول يعطيني هيدا الاجابه؟ كيف الله معقول يجاوبني باي طريقه؟ اوكي انا بقول لك، انا كنت عايش بامريكا مبسوط، ما ناقصني شيء، فجاه سكرت الدنيا، سكر كل الابواب، مع انه امريكا ام الدنيا واقتصاديا احلى وعندي منصب كتير حلو، فجاه حسيت صرت حالي مخنوق. واذ فتح باب كنت بعدني ما بعرف انه الله بيحكينا كاولاد، مثل ما قال هو الرب رعينا فلا يعوزنا شيء، مثل ما هو قال أولاد الله مقادين بروح الله، مثل ما هو قال اسألوا تعطوا. ما كنت بعرف، سكر الباب فتح غير باب. بعدين طلع في آية بالرؤية بتقول الذي يغلق ولا أحد يفتح، والذي يفتح ولا أحد يغلق. جابني على غير مطرح. هالمطرح مع الوقت طبعا أول ما بيكون الرب ناقلك من مطرح لمطرح، مثل كل شيء في مرحلة انتقالية، وإذا ما بتعرف إنه هو اللي وراها بتنقي وبتعني. أكتر شيء كان اختصاص النق والعن. إجا الرب فتح لي عيني من كورنثوس الأولى 10، قال لي ليك شو عملوا هول بالبرية، نقوا ونقوا اختفوا. من وقتها صرت بكل شيء بيصير معي عاطل أو مش بشكرك يا رب، بشكرك يا رب. مع إنه عرفت إنه مش هو ورا العاطل، بس بقول له بشكرك إنه أنت منقذني. هلا هو ما كان هو وراء العاطل، ولكن هو يمكن حسب ما فهمت منك انه سكر لك بامريكا مشوارك بامريكا ورجع نقلك على الشرق. يعني هون هو كان وراها بفترتها ما فهمت، اخذتني كم شهر بعدين فهمت. بعدين فهمت اني صرت اقول يا رب عن جد انا بدي مشيئتك، انا شو بدك بيصير. بلشت السعاده، بلش السلامه بيركوليتنج بيقولوا، من جوفي جرت انهار انهار مائك الحياه. بس تستسلم وتقول لي تكن مشيئتك بتفهم، بس اذا بتنق وبتعن وما بدي وهيك مش عيشه وهيك حتسمع. نعم، معنا اتصال. سلام المسيح. سلام المسيح معكم. اهلا، تفضل. مين معي؟ الي. ينعاد عليك الي. الي وعليكم انتم كمان. اول شيء قلت لك كورنثوس الاولى فصل 7 بقول المراه الغير مؤمنه مقدسه في الرجل المؤمن، والرجل الغير مؤمن مقدس في المراه المؤمنه، ان ارتادوا ان يعيشا معا يعيشوا مع بعضهم. بس اللي بدي شارك فيها أنا عن عطايا الله، إنه وقت اللي آدم بحسب الكاتب، يعني الكاتب الملهم، إنه لما انفصل عن الشركة عن الله وحط ملاك على شجرة الحياة تما يأكل منها يحيا إلى الأبد. إنه أوقات نحن كمان إذا مثل ما عم بقول أسيس كمان نحن بنطلب إشياء كتيرة إنه رب بيعطينا إياها، بس برؤية يوحنا بقول من يغلب أعطيه أن يأكل من شجرة الحياة. يعني أنه نحن بده يقطعنا مرحلة الرب أنه يصير نحن ناضجين حتى إذا أكلنا نعرف أنه عم نأكل من شجرة الحياة مش عم نأكل. أنه في حدود الرب حطلنا إياها بالعطايا حتى نصير مثل ما عم بقول كمان أختو فيه، أنه بتصير العطايا ورانا، بتصير الله قدامنا بين السماء وقدامنا، بتصير العطايا كلها تزاد لكم، تعطى وتزاد. ومرسي. مرسي لمداخلتك إلي. أخ جورج عندك مداخلة، تفضل. الحكاية من كورنثوس الأولى 7 صح، بس هيدي إذا كنا متزوجين اثنيناتنا عكبر تعرف واحد منا على الرب، يعني سلم حياته وأراد أنه يسلك. طبعا في كتير ناس اليوم مسيحيين بالولادة، هدول مؤمنين بيسوع
بس منن تلاميذ نسيسيرلي، يعني بدك تقرر تكون تلميذ. شو الفرق تاخذ على عاتقك تطبيق تعاليم يسوع كليا؟ هلا في حال واحد من الاثنين عكبر متزوجين مسيحيين شكليين او مش مسيحيين تعرفوا على يسوع كانوا بوذيه مثلا، هلا هون بيقول له للي مؤمن ما تترك الزوج الثاني لانه مش مؤمن، حياتك المسيحيه وحب المسيح اللي فيك حيجذبه، بس اذا هو ما بده يعيش معك جود باي ماي لاف، جود باي، ما فيك تجبره. هيدي هي اللي حكي عنها، مش انه قبل ما نتجوز نجي نحن نقول بتجوزها حلوه او بتجوزه حلو ومرتاح بعدين الله بيلمسه، لا هيدي فايت على النار، فايت على 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 كاميكازي. يعني توفيق في تفسير ثاني للي كان عم بيحكي عنه الاخ جورج او واللي ايضا كمان ذكره باتصاله اليه؟ لا هون بتصير شغله، يعني بتصير بين شخصين، ممكن انسان من اثنين يكون مثل ما قال الاسيس او مثل ما قال خينا جورج، انه ممكن يكون عنده بعقليه ثانيه وبعالم ثاني ويتزوجوا وتطلع المشكله بعدين لقدام تبين، وممكن يتقدس واحد بالثاني. هون كل حاله بحالتها، ما فينا عمم، يعني شغله خاصه محصوره باطار معين ما بتتعمم يعني بهالمعنى هيدا. نعم. هل الله بيرشدنا وبيرعانا بطريقته الخاصه؟ هلا هون في ناحيه بالتدين نعتبر انه الله شغلته بس الوحيده يهتم فيي، يطاميني، يشربني، يقدم لي اشياء بحياتي. انا هيدي ما كثير بامن فيها، لانه مرات كثير في ناس عم بتموت من الجوع وفي ناس ما عم تاكل، في ناس ما عم تشرب. في كثير بلدان، في كثير مطارح، يعني دائما بيقولوا مثلا في هلا البوزيتيف ثينكينج هلا حاليا دارج، انه لازم الواحد يشكر ربه على اللي الله ناعم عليه، على البيت، على الاهل، على الدراسه. صح. ولكن في كثير اشخاص ما لهم امل لهم ولا شيء من هول، يعني بذات الوقت بنسال انه وين الله من هذا الوضع؟ صحيح. ووين ما عم بيرعاهم يعني. من هيك انا بقول انه الانسان مخلوق عنده عطش ومخلوق عنده جوع، مين خلقهم فيه؟ الله. صح. لانه خلقهم فيه معناتها الله بالاساس خلق الانسان ضعيف وتبنى المشروع وتابعه مع الانسان، بما انه الانسان ضعيف ممكن بمرحله من المراحل، يعني الانسان ضعيف بأي معنى؟ عنده امور معينه ممكن تاخده للموت، اوكي؟ الله بالنسبه له الموت منه شر. الموت الروحي شر، بس الموت بحد ذاته منه شر، والانسان بالحياه رح يجي يوم من الايام يموت، قد ما يعمل اشياء رح يموت. فاذا شو النقطه الاساسيه؟ انه انا اعرف حالي سواء مت او عشت الله معي. قال مربولس قال اذا عايشنا اذا عشنا او متنا فنحن في يد الرب. فاذا قصه الضعف والموت وكل هالتفاصيل هيدول نحن بنعتبرهم شر وفقا لنظرتنا، بس نظره الله لهم. هلا الشر العميق وين هو؟ لما انا بكون عندي امكانيه ماديه ويكون حد الثاني فقير وما اعطيه، معناتها عندي مشكله. شو هي المشكله هيدي؟ انه انا كاني ما دقت حب الله حتى ترجم افعال، بس ذوق حب الله، غفران الله، حنان الله بقلبي، انا بصير الاخر بالنسبه لي معني انه اهتم فيه. من هيك بنصير نساعد بعضنا البعض، وهيك كان بالكنيسه الاولى وفي جماعات مسيحيه بتعيشها، كل واحد بهمه الثاني وبيشكر الله انه الله حط له الثاني بوجهه، لان الانسان بعمق اعماقه بيكون سعيد. كيف بيكون سعيد؟ لما بينحب وبيحب، بس ينحب ويحب بيكون سعيد. الله حبني، انا دقت هالحب، تكون سعيد بدي بادل الحب بالحب. عبر مين؟ عبر انسان ثاني الله بيحطه بحياتي. فاذا كثير مهم هالنقطه هيدي، انه انا حتى اكون سعيد بدي احس حالي محبوب. هلا الخطوره وين؟ انه انا فتش على السعاده بمعزل عن الله، يعني يصير عبي حب من برا بقلبي، هيدي ممكن تؤدي بالاخير لقلبي انه يموت من جوا. ليش بيموت؟ لانه عم بيعبي من مصادر مش هي المصادر اللي حقيقه بتحييه. هون عم نحكي عن المصادر الماديه والاشياء الدنيويه، يعني كل شيء، يعني الشهاده، اي شيء بعمله بالحياه اذا ما كان مرتبط بالله بمحل من المحلات عم عبي منه حب. يعني مثلا بقدر اخذ منصب، انا العالم تصير شو تعمل تقدرني على المنصب اللي انا فيه وانا عايش انطلاقا منه، اوكي؟ فبصير عبي حب من هالمنصب. الله عم بيقول لي هدول كلهم مهمين مش غلط، بس الاهم بتعبي حب مني انا. لما باخذ حب الله بترجمه انا للاخرين، هيك بيكون حقيقه في سعاده بحياتي، في فرح، وبيكون حقيقه مشروع الله بالعمق هيدا هو. بس انه يلغي الموت اكيد لا، الموت بمحل المحلات ايجابي. مثلا مريض السرطان اللي صوت بالارض صوت بالسما، الموت بيقول له رحمه. كان عم يحكي خينا الي انه حط حارس على باب الجنه، ليش؟ لانه الله خلق الانسان يعيش على الارض اكيد، وبده يكون يعيش على الارض، بس بالنهايه عنده طريق مشوار
بده يروح فينا عند الآب على حضن الآب. فإذا سواء عشت أنا طالما مع الآب كتير حلو، والإنسان اللي بيموت طالما مع الآب كتير حلو، بس مهم على الميل تاني يكون الله بقلبي، هيدي الأساس. ولكن في كتير أوقات منصادف أشياء بتصير بحياتنا، يعني سبق وذكرت أنه مثلا شخص معه كانسر، بس أنه بين صوت بالسماء صوت بالأرض، الأفضل له أنه يموت أكيد، هذه يعني ما عنا شك فيها. ولكن في أطفال هلأ كترانة هذه الخبرية أنه في كتير أطفال عم بيصير معهم مرض الكانسر، أو في كتير شباب عم بيموتوا حوادث سيارات، هل هول كمان أفضل لهم أنهم يموتوا، أو كيف فينا نفسرها؟ هل هيدا غلط؟ أنا الله ما بيفتعل الأحداث، يعني السرطان بيجي، الحادث بيجي، يمكن ولد مش ضروري ينصاب بالسرطان، يمكن يكون قاعد على التخت قلب وإجا على راسه ومات. فينا أعمل داخل صغير هلأ نحن بدنا نعرف شيء نميزه، شو هي مشيئة الله وشو عم بيصير على الأرض. مش دايما مشيئة الله عم بتصير على الأرض. مشيئة الله ما كانت لآدم أنه يخطي آدم وحواء، كانت مشيئته يعيشوا بالفردوس ويتكاتروا ويملقوا وكذا، بس عطيه إرادة حرة وخلقه على صورته، يعني في قرر شو بده ضد مشيئة الله وعمل هالشي. بس كمان الرب ما كان متفاجئ بالمعنى هالشغلتين مخلطة، مشيئة الله وبيعرف شو بدي أعمل قبل ما يصير، لأنه هو كل المعرفة. بنفكر أنه هو بده هيك يصير، لا هو عارف شو بدي أعمل لأنه هو بيعرف كل شيء. طب ما زال الله بيعرف نحن شو بدنا نعمل وبيعرف كل شيء، ليه ما بيتدخل؟ ليه ما بخلينا مثلا يحط لنا حاجز؟ أو هيدا المحبة اللي عم يحكي عنها، هو أنه أنا ما أجبريك من أنه نخطي. إذا أنا بحب شخص ما بحبسه، أنا بحبه بعطيه كل حريته يقرر، هو من حبه لإلي إذا فهم حبي لإله لازم يعمل شو بدي أنا أعمل. هم نحكي عن الله وخليقته، بس مش دايما عم بيصير هيك. واليوم مش مشيئة الله، لقلك يوحنا 10:10 بيقول السارق يأتي ليقتل ويسرق ويدمر، أما أنا أتيت ليكم لكم حياة فياضة، حياة ملأ السعادة ملأ السلام ملأ النصرة. سوري إذا بده حدا يزعل مني، بس أنا بدي يكون أمين للدفاع عن الكلمة الإنجيل. الله مش مشيئته الإنسان يموت بمرض ولا يمرض، لأنه متى 8 بيقول حمل أسقامنا وأخذ أوجاعنا، رسالة بطرس الأولى 2:24 وبجراحه تم لنا الشفاء. يعني مشيئته انه نحن نعيش بصحة. هلأ صار مرض والمسيح بقلبي ومتت من المرض، مش حروح على جهنم، المسيح بقلبي حكون معه حيث يكون انا حكون، بس الرب مشيئته عيش حياة فيها سعادة. مشان هيك قال بأعمال 10:38 قال وكذا مسح الله الآب يسوع المسيح الناصري بالروح القدس والقوة، وأخذ يتنقل من مكان إلى آخر يصنع الخير ويشفي جميع الذين تسلط عليهم إبليس. طيب إذا الله بيبعث مرض يسوع بيشفيه كأنه اثنيناتهم منفصلين؟ لا هو يسوع إجا يتمم مشيئة الآب إنه شو إبليس جاب على الدنيا بسبب خطية آدم، يرجع المسيح يجيب النصرة ومشيئة الآب. لا أيه. أنا اللي قلته ما قلت شيء أنت غلط. أنا عم بحكي سفر التكوين، الإنسان خطي أو ما خطي رح يموت، يموت يعني ينتقل عند ربنا، رايح مشوار. الخطية قطعته عن الله، من هيك لما قلنا انقطع عن الله بقى عايش، هذا الموت الروحي مات. صح. بكل بساطة. هلأ بالنسبة للقصة اللي عم تحكي فيها معك حق 100%، أنا مش ضد. نعم. مش لا احنا متفقين. هلأ التجربة كيف بنعرف انه هيدا التجربة من الشرير، او الله هل الله بجربنا، او كيف فينا ناخدها؟ Very simple. إذا هدف التجربة توقعنا بخطية نعصي كلمة الله، مش وراها الله. بي 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 احنا بنقول الله جربه، هذه بالثقافة المسيحية. اذا بتقرا رسالة يعقوب 1 بيقول الله لا يجرب. ليش؟ ما عنده شر ليجربنا فيه. بالسماء ما في شر ولا الشر في جربه. في كتير ناس بيقولوا الله يستر شو بده يصير، مثل كأنه الله بده يجي يقصفوا له عرشه. حاشا، الله جالس على العرش يضحك، شايف الأشرار ومحدوديتهم مزمور 2، وشايف انه هو منتصر وبالمسيح غلب الكل، وبه وله ولأجله خلق كل شيء. هلا منين بيتجرب الانسان؟ امن بزيح عينيه، امتين جرب يتحوى، امن شالت عينيه عن كلمه الرب وحطتها على حلوه الشجره، سيلز، فستان، بسيكلات، ساعه، علاقه برات مشيئه الرب. امن منشيل عينينا ومنخلي حواسنا تقودنا. مشان هيك قال نحن لا نسلك بالعيان، مش بحسب حواسنا، بدنا نخضعهم للكلمه. بوزيتيف ثينكينج على فوقه، البوزيتيف ثينكينج اخذوا كلمه الرب من رومي 12 وما عطيو مجد للرب وعملوا بليونز اوف دولارز بهالتفكير. شو بتقول بوزيتيف ثينكينج؟ فكر انه كل شيء منيح بده يصير معك. انا بستحي بكتب على الورقه انا ما بستحي، انا بخيل بقول على الورقه انا كريم.
شو بتقول رومية 12؟ بتقول لا تتكيفوا مع هذا العالم، بل تغيروا بتجديد ذهنكم. بس كيف؟ شيل أفكارك القديمة من الطبيعة الخاطئة، حط أفكار المسيح. نحن بعائلتنا إذا غلطتي معنا منكسركم، منهينكم، منحطها على الفيسبوك. كلمة يسوع بتقول حبوا أعدائكم، باركوا لعنيكم، صلي لمضطهديكم. في عندي معركة، بدي أعمل شو نحن معودين نعمل أو شو بتقول الكلمة. إذا أنا خضعت للكلمة بيتجدد ذهني. هلأ في نقطة هون أنا بحب شارك فيها. تفضل. قصة العصيان، أوكي، الإنسان أنه بيعصي الله. أنا بتصور الله مش هالقد بينزعج إذا عصيت له كلمته، عم بعطي رأيي. بينزعج الله لما يشوفني أنا بعصيان كلمته، مثل واحد عم ياخذ مخدرات وقال له عم له ما تاخذ مخدرات، لأن بيه هو وأمه. ما بيقدر الله يشوف الإنسان عم بيموت ويكون مبسوط بهالناحية هيدي. صح. فالإنسان بيعصي الله بهالمعنى هيدا. هلا التجربة كيف تجي عم تحكي عنها؟ التجربة هي بكل بساطة شغلة وحدة نحن دائما بنقولها، تجي المجرب بيقطع إنه الله بي. إذا الله مش بي بيقول لي يعني أنت بالحياة وحيد، يعني أنت بالحياة يتيم. والإنسان يتيم شو بيعمل؟ بما أنه الله مش بي بياخذ مبدأ إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. ساعتها بيمشي بالحياة بمنطق الشيطان من دون ما الشيطان يكون حاضر. هلأ في كمان ناحية، لما يسوع كان عم يشفي الأمراض، أنا بتصور أنه الأمراض اللي شفاهم علامات، وأهم نقطة شفيها لما طرد الشياطين بهالمعنى هيدا، أنه قال لهم مشوب النور الله بي. وطالما الله بي، قد ما الشيطان حاول يفوت على حياتكم حتى يقولكم الله مش بي، ما تصدقوا. وبس أنا أمشي بالنور بيكون لقل النور، نور أنه بي بيحبني وهو معي. صح. ورهان على ذلك بآخر كلمات قالوا يسوع قبل ما صعد إلى المجد بمرقس 16، قال اذهب وبشر الخليقة أجمع، من آمن واعتمد يخلص ومن لا يؤمن يدان. وهذه الآيات تتبع الذين يؤمنون. في حدا بيؤمن بيسوع؟ أمين. نحن أكيد. شو بده يتبعنا؟ باسمي تطردون الشياطين، يتكلمون بألسنة جديدة، يضعون أيديهم على المرضى فيشفون، وأخذوا يتنقلون، والرب يؤيد الكلمة. هيدي مشيئته أنه ما حدا يعيش بالظلمة، بس مش عم توصل مشيئته لكل الوقت. مشان هيك نشكر الرب على الفضائيات اللي عم توصل الكلمة لكل الأرض أسرع من آخر 100 سنة، يعني بيوم عم توصل قد 100 سنة بالماضي. صحيح. هللويا. توفيق، ليش الله بيسمح أنه الإنسان يتجرب أو يفوت بالخطية؟ أول شيء إلى خلينا أنه عمليا الله ما بيسمح بالتجربة، الله ما بيجرب بالشرور، الله بده خير الإنسان ما شيء تاني. الإنسان بيتجرب من الشرير، والإنسان عنده ميل جواته حتى ما يصدق الله بمحل من محلات، لأنه بيسمع من الشرير مع الميل اللي سقط فيه، بياخد خط وبيروح فيه حتى يعمل إشياء. هالإشياء هيدي بالنهاية ما بتزعج الله بقدر ما بتضره هو. والله قال أنا جيت تتكون للإنسان الحياة، والحياة الوافرة، الحياة الفياضة. لما يشوف ابنه ما عم بتكون حياته فيها فرح، فيها ازدهار، فيها ساعتها الله بيكون حزين. مثل بيو أم بيشوفوا ابنهم فاشل بالحياة، بيحسوا حالهم أنه عم بيتخزقوا من جوا لأنه ابنهم فاشل. فالله ما بيجرب بالشرور، الله بيبارك الإنسان، بيرافق الإنسان حتى حقيقة يلاقي سعادته بالحياة. وطالما الإنسان ما عم بيلاقي سعادته اللي هي بالله، هاي النقطة الأساسية، معناتها هالإنسان رح يعيش بظلمة لا ظلمة، وبحاجة لمين يفتح له عيونه حتى يشوف طريق الخلاص. هلا هون حكيت عن انه الله هو بي وانه هو بده سعادة الانسان. طب وقت الانسان بياخد قرار على عاتقه انه يعيش بالظلمة، والله بيكون زعلان علينا اكيد، يعني بحط معقول يتدخل بطريقة من الطرق او يفركش لنا نوع من المشاريع كرمال يرجع مثلا يردنا للمسار لعنده، او قال خينا انه الله بيحترم حرية الانسان، بس حتما بكل حياته بيبعث له رسائل بكذا طريقة يقول له انه انتبه. في كتير اشياء بالحياة يمكن الانسان ما بينتبه لها، بس في امور معينة بتمرق بحياته يمكن عبره ينتبه. مثلا يمكن انا اكون عم مر بألم، اوكي، مش الله بعته بس موجود، يمكن الألم يفتح لي عيوني انه في خلاص. يمكن عمري عم يتقدم، كل ما يتقدم 10 سنين بتحسي بخوف، هيدا كمان يمكن رسالة بمرقها الله عبره حتى يقول انتبه، شوف حياتك بعدين، وهذا الأهم وهي الأفضل. هلأ إذا شرد واحد عن مشيئة الرب وهو ابن أو بنت، في دور العائلة والأهل والكنيسة نصلي له. صحيح. مشان هيك هذا دور نتحد كلنا بالصلاة. قال أنت ألم أحد صلوا، إن مشان هيك قال بولس الرسول قال لهم صلوا لي، يلي هو قال أنا بصلي أكتر منكم كلكم بالألسنة، هذا غير موضوع، بس قال لهم صلوا لي حتى تطلع مني كلمة الرب. يعني كلنا نحن
أعضاء بهالجسد، كل واحد عنده دور. طالما أنا عندي علاقة فرديا مع الرب وعندي علاقة مع المجموعة والكنيسة، أنا إنسان فعال بقيادة الروح القدس، وكل عرضة نسقط. اليوم أنا يمكن عبصلي لك عندك مشكلة، جمعة الجاي أنا يمكن زل لأنه غلطت بشغلي، فكرت أنه هذا الصح وعملت غلط. ما حدا هو نازل على الدرج عن قصد بده يزق ويفك رقبته، بس كلنا منزل. أهم شيء نعرف أنه نحن محبوبين مش عشو عملنا صح أو غلط، محبوبين لأنه الله محبة، ومن هالمحبة نستمد الإرشاد الصح تنعمل الصح. أمين. نعم. سبق وذكرت أنه يسوع المسيح نحن منخليه يكون سيد على حياتنا. كيف نحن فينا نخلي يسوع يصير هو سيد على حياتنا؟ أول خطوة أنا بقوله للرب، نحن منصليها أوقات للمؤسف مع دين حدا ببغائيا، أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمه. أنا عبقول الله أبي، إذا الله أبي يعني أنا مين؟ ابن الله. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. إذا بدي مشيئته اللي هي بالسماء، وين هي مكتوبة؟ هون. كيف بعرف شو في بالسماء؟ أنا أي شيء بعرفه عن الله من هون، الكتاب المقدس. فإذا أنا هو في يقول أول شيء إن اعترفت بفمك يسوع ربا وأمنت بقلبك. شو يعني رب؟ يعني هو يسود، يعني هو شو بيقول بيصير. كيف أنا بقول له أنت ربي؟ مثل ما قال بمتى 7، تقولوا لي يا رب يا رب وتعملون على راسكم. لا، إذا بدك تقول له أنت رب يعني بدك تعمل شو هو بيقول، وإلا منه رب. البلدان اللي فيها ملك ما فيك تقول له هو للملك يور ماجستي وتكون عم تعمل على ذوقك، فوت كل شيء للملك. طب اوقات في بيكون في اشخاص على علاقه مع الله واكيد بيقروا بالانجيل المقدس، ولكن في قرارات يمكن بياخذوها بيعتبروا انه هن هذا القرار يمكن من الهام من عند الله او شيء، ولكن مع الوقت ببين انه هذا القرار اللي اخذوه قرار غلط. الله لا يدين مثل ما نحن من دين، سوري، لا يدين مثل ما نحن بنحكم، لا يحكم مثل البشر. انا بحكم شعره شكله راسه، لا، الله يعرف بالقلب. انا ما بعرف شو في بقلب اي انسان وما بعرف شو في بقلبي، بخليه هو. الرسول بولس قال انا ما بدين حالي، بخلي الرب الديان الحاكم العادل يديني. هلا بدنا نفرق بين انا عن جد مصدق هاي مشيئه الرب وعم بعملها، ولا انا عم بعملها طلعت مشيئته وكان به ما مشيئته. ما هو بيعرف، وهو الله محب وبحبني، فشو ما بعمل بيكودني. وتعمل والله يحول جميع الامور للخير. اذا كنت انا عن جد بدي مشيئته الكامله حاعمل اغلاط. كلنا اللي بنخلق اول ما بنمشي بنمشي صح، بنكسر حالنا بنوقع، بس بهدف انه نمشي. فمشان هيك نحن في فرق، لازم نميز انه طالما انا بدي مشيئته ما لازم نخاف. ليش؟ لانه لن يعطينا روح الخوف، بل اعطانا روح قوه وفطنه ومحبه. فبدي اتكل عليه اكثر ما اتكل على حالي. يعني نعم. توفيق، كيف فينا نحن نتكل على الله اكثر ما فينا نتكل على حالنا؟ هيدي شغله منا هينه، يعني منا هينه وهينه. هينه قال له يا ربنا انه كل امور حياتي بين ايديك، ومش هينه لانه جواتي في عدوه قلت هو الخوف من الموت. لشو يسوع بيقول لي مثلا اعطي كل شيء عندك لغيرك؟ مش حتى قال لي اعطي كل شيء، حتى يكشف لي الخوف اللي بقلبي، بس قول بدي اعطي كل شيء لغيري شو ما اعمل؟ ففي خوف جوا مستعبدني. هالخوف المستعبدني لما بتجي البشرة السارة اللي هي الكاريجما، الخبر السار انه يسوع غلب الموت وعطاني السعادة اللي انا عم فتش عليها، هيدا بفوت على قلبي، بحط بقلبي الطمأنينة والسلام. ساعتها انا بكون حقيقة بلشت كل ما امشي مع الرب عم بنما، وكل ما انما الخوف بخف وبفوت حب الله وفرح الله على قلبي. ساعتها انا حقيقة بكون عم سلمه زمام حياتي يوم بعد يوم، وعم بلمس مثل ما قال يوحنا برسالته، قال ذاك الذي لمسناه، ذاك الذي رأيناه، ذاك الذي تأملناه، لأنه أنا اختبرته. مش عم بحكي هيك بالهوى، لأني اختبرت ودقت، أنا عم بشهد عن الشيء هيدا اللي مرق بحياتي. أمين. أخ جورج كرم، بعد في شيء بتحب تضيفه بآخر الحلقة؟ أنا مش لأنه اللي بدي أقول أنا، بس أنا مرة حطيت تحدي على حالي لفترة 3 سنين، عشت من كلمة، لأنه قال فلتكن الكلمة جسدا وأصبح الكلمة جسدا جسدي. أخذت لوقا 6:38 وما عملتها بس بالمواد بالإشياء المادية، قال أعطوا تعطاوا، يعني اللي يعطي من حالك بيعطيك الرب من إرشاده، أعطي من وقتك، شو بتعرف تعمل، ساعد فلان ساعد فليتين، ماديا معنويا روحيا، روح عند العجوز اللي ما فيها تتحرك ساعدها تشيل غراضة. دايما دايما من بتعطي بيصير في عطاء سوبر ناتشرال عجائبي، وعشت منها
ماديا حتى فضيت، مش عم بقول هيك لادبيها، مش مرحله فضيوا كل حساباتي لانه كنت عم بعطي. بدي صدق انا واثق بالله اللي اخذني على الابديه يكون معه الى الابد، ما فيني اوثق فيه بشقفه حساب قد ما كان. طبعا للمنطق ما كانت، بس في ايه تاني بتقول هناك بركه اكبر بالعطاء من الاخذ. طيب ليش؟ لانه اما انت بالمنطق البشري بتعطي $100 لواحد ودعتها، بمنطق الارشاد الروح القدس انت زرعتها. شو يعني؟ يعني في حصاد، يعني ما بتعملها انت لتستفيد، بس ما فيك كمان تكون انت مطيع للرب وما تكون سفيره المبارك. لا بس انه بعطي تسترد بتصير شوي فيها تجاره. لا بدي اقول لك شيء، انت حكيت شيء صح، انا ما بدي ركز على الهديه، بدي ركز على الهادي. بس الهادي ما في ما يعطي هديه لانه هو محبه. توفيق بتحب بعد تضيف شيء؟ لانه نحن وصلنا صراحه لختام الحلقه. لا ابو نشكر الله على اللقاء الحلو يعني، ونشكر الله يعطينا النعمه حقيقه انت حتى نشوف اذا اخذنا او ما اخذنا، دائما ربنا حاضر معنا وجاي حتى يعطينا الطريق للنور، والنور الحقيقي انه نشوف طريقه ونمشي ورا. امين. اخ جورج كرم، انا بدي اشكر حضورك معنا لليله، وتوفيق دياب ايضا بشكر حضورك معنا لليله. مشاهدينا نحن موعدنا بيكون جمعه الجاي الساعه 9. بستودعكم سلام المسيح.